السبت بداية الأسبوع، ويا رب يكون أسبوع خير. البتنجان المخدد والأبيض النهاردة من 4 لـ6 جنيه، التوم الأبيض والأحمر بعرشه من 45 لـ60، التوم المقروط من 70 لـ90، والتوم المستورد العشرة كيلو بـ1300 جنيه. بطاطا المنيا وكفر الشيخ أرض جبلي من 3 لـ4، دمياط والمنصورة أرض سمرة من 6 لـ8. البصل فيه من 5 لـ6، والأنواع النظيفة في البصل من 7 لـ7.5 بالنسبة للبصل الأحمر، والبصل الأبيض من 6 لـ8، والأحجام الكبيرة الكشري والثورة 9 9.5 10. البطاطس التحمير من 14 لـ16، والتبريد من 17 لـ20، العالي في البطاطس 21 و22، بس في انخفاض في أسعار البطاطس غير خالص الفلفل مثلا، وغير طبعا الطماطم. هنتكلم على الطماطم، وتقريبا الاسبوع ده كله كده هنتكلم على الطماطم، ويمكن نقعد نتكلم على الطماطم لغايه ما المنيا تنزل العروه الجديده. نرجع للخضار بعد شويه، نشوف بس اسعار المانجا. المانجا العويس من 32 ل 42. المانجا العويس طبعا احلى انواع المانجا المصري، المانجا البلدي، وهو الفص بتاعها هو اصل الفص في المانجا. طول عمرنا نسمع فص عويس، لكن المانجا الكيت اللي قدامنا دي دلوقتي بقى ليها فص اهو في ايدي، والمانجا الكيت من 19 ل 25، والفص بتاعها من 21 ل 22. في الحقيقه حكايه الفص دي حكايه يعني مستجده، السنه دي ما كانتش موجوده. معروفه المانجا المصري 99 نوع، والمانجا الاجنبي 33 نوع، كل سنه بنجيبهم لحضراتكم. النهارده وصلنا لرقم 65 في انواع المانجا اللي هم ال 130 نوع. طيب بس نتكلم على شويه الاصناف اللي قدامنا دي. طبعا نهايه الموسم دي مجموعه من الكراتين فيها اصناف كتيره، نعومي جنبها ياسمينة اهي، فيها ارتو كمان، كريمسون، لا دي طبعا الزبدية من 23 ل 26. هحاول اجيب لحضراتكم يعني كمية تانية برضو من الاصناف علشان نتكلم عليها. طبعا الاصناف بتختلف عن بعضها في الاسعار، الاصناف اللي احنا عدينا عليها من شوية اللي كانت نعومي اصلا من 24 ل 30، ياسمين من 20 ل 23، الارتو من 21 ل 24، الكريمسون من 22 ل 25. مجموعه الاصناف دي كلها لو اتحطت في كرتونه، كل 2 أو 3 منجات يعني في كرتونه، يبقى ال 10 كيلو الكرتون او ال 12 كيلو، المجموعه دي من الاصناف واصله 25 30 جنيه. لكن دي مجموعه ثانيه من الاصناف اكبر شويه في الحجم، وانواع كمان اعلى زي ما احنا شايفين. طبعا ادي الجولي، و الجولي من 21 ل 22. انواع المانجا النهارده مفيش نوع جديد عن ال 65 اللي جبناهم في الحلقات اللي فاتت. ادي كمان التومي، في واحده فونس في مجموعه الفونس من 32 لغايه 35، مسك كمان، مسك من 22 ل 25، هايدي واحده هايدي، وبعدين ادي فص نعومي في كرتونه معظمها نعومي، وفيها واحدة جولي، شايف برضو واحدة جولي. في عموما الأصناف اللي أنا بقول لحضراتكم دي لو بقت في كرتونة واحدة، الكامبورس 21 22، الجولي 21 22، برضو التومي 20 24، الهايدي 22 25، والمسك من 22 ل 25، والمجموعة دي من الأصناف ممكن تعمل الكرتونة من 21 ل 25. الطماطم، وتقريبا هيبقى يعني الاسبوع ده كله كده فيديوهات، يمكن يكون نص الكلام فيها على الطماطم. الطماطم من يوم الخميس للنهارده السبت اختلفت من سوق العبور لاكتوبر للجيزه للمركزي في السويس وبورسعيد واسماعيليه، اسعار بقت مختلفه. في بعض محافظات بتتكلم على الطماطم، الطماطم دي يا جماعه هنستغنى عنها ازاي؟ ما مش هنشتري طماطم، هنشتري صلصه. طب ايه الاحسن بقى، الطماطم ولا الصلصه؟ ايه اللي مضمون؟ يعني مع احترامنا كل بيانكي والصقر وهاينز وكل شركات الصلصه، الطماطم، طب الطماطم مطعم الفول الطعميه هيروح يشتري طماطم لو احنا ما اشتريناش يعني؟ طيب عموما الطماطم من 200 ل 300، وفي طماطم من 400 ل 450، واسعار طماطم جوده نظيفه، في كلام فيها من 500 ل 550، وكلام كمان ل 600.
جماعة على فكرة 600 دي كمان، دي بقت في الأراضي كمان 600. وبقول لحضراتكم الأول نقول لكم الكوسة، الكوسة من 15 ل 21، بتنجان الرومي اللي قدامنا من 3 ل 7 جنيه، العروس من 2.5 ل 6.5، الخيار من 8 ل 12، في خيار نظيف ب 17 و 18 جنيه، فلفل الشطة من 7 ل 10، والفلفل الرومي من 10 ل 15 جنيه. الليمون بقى يعني عالي شوية، لأن زي ما قلت لحضراتكم الفيديو اللي فات الليمون خلاص مفيش حاجة بقى اسمها ليمون قديم، الليمون الجديد دلوقتي بقى بيملى في الحجم ويملى في المية، وبيوصل أسعاره من 7 ل 10 جنيه. رحنا لسوق السمك، أنا النهاردة في سوق السمك جايب برضو نفس ما كنا في المانجا، يعني مجموعة من الأصناف شفناها في المانجا كانت عبارة عن نعومي وياسمين وأرطوب وكريمسون في كرتونة، مجموعة تانية كانت كامبورس وجولي وتومي وهايدي ومسك في كرتونة تانية، برضو المجموعة من السمك اللي أنا مصورها لحضراتكم النهاردة عشان الناس قالت لي الفيديو اللي فات أسماك عالية جدا وجمبري 450 و500 ويعني إيه الحكاية. لا طبعا الموسم إن شاء الله يا جماعة هيبدأ 15/9، والموسم 15/9 بالنسبة لسمك البحر الأحمر، لأن البحر الأحمر بيبقى فيه وقف صيد 4 شهور من 15/5 ل 15/9 عشان الذريعة تكبر، لكن البحر الأبيض طبعا اسكندرية بورسعيد دمياط البحر الأبيض ما فيهوش وقف، البحر الأبيض كبير وواسع، البحر الأبيض الأحمر ضيق وصغير، والكمية اللي بنصطادها منه لازم نديها راحة الفترة اللي بقول لحضراتكم عليها. ما تنسوش إن إن شاء الله رب العالمين انا زي كل سنه معاكم من اول 15/9 على ظهر المركب داخل مع الصيادين، بنوريكم الانواع الجر وانواع الشنشله، ايه هو الجر وايه هو الشنشله اللي هو يعني الصيد اللي متوقف على القمر والليالي القمريه، والليالي القمريه بينزل منها ايه في اول الشهر العربي، ومن انواع الاسماك، والانواع دي ما بتلاقيهاش في اخر الشهر العربي. دخلنا على كميه السمك وما قلتلكوش الاسعار في المجموعه دي، المجموعه دي الحارت من 40 ل 50، والكسكومري برده من 40 ل 50، والصرع من 40 ل 50، وجميع انواع البغل المبرومه وام عين وشك الزور ب 40 جنيه، وشويه الشخرم الصغيرين دول من 25 ل 30 جنيه. لكن في الحقيقه ان زي ما بقول لحضراتكم دخلت على نفس الكميه، اسف، نفس الانواع دي من السمك لكن احجام كبيره، هجيبها لكم حالا بعد الزيتون. الطماطم طول عمرها مجنونه عادي، لكن الزيتون اللي بيحصل فيه حاجه غريبه، يعني الزيتون المعاصر المصانع الناس ماسكه فيه جامد جدا، وبرده جودته مش زي جوده كل سنه. حتى انتوا عارفين انا بالنسبه للمانجا قلت لكم انا المانجا ما كانتش عجباني، بس انا الزيتون هنرجع له مره ثانيه، وعايز اقول لحضراتكم ان اسعار الزيتون من 35 ل 45، في 60 و70 وفي 75، عايز اقول لكم ان في تفاحي ب 80 و85، يعني اللهم يعني صل على النبي. موسم الزيتون ده هنتكلم يعني فيه طبعا، ونتكلم على الفلاح والتاجر ونشوف السوق يعني، ونشوف بقى مين، طبعا احنا مش هنقول مين الظالم ومين المظلوم، احنا ما نعرفش. حتى الطماطم بيقولوا الارض مش جايبه اكتر من 400 قفص في الفدان الواحد، اللي هو الفدان اللي كان بيجيب 1500 و1200، وكل الناس في الاراضي بتقول كده، وعشان كده الطماطم غاليه، لا في سوسه ولا في درجه حراره عاليه قوي حرق العرش. رحنا لكميه السمك الثانيه، اعذروني وانا يعني بعتذر بالفعل لحضراتكم لان دخلت في مواضيع والصوره في حته وانا في حته تانية، لكن دي احجام كبيره من السمك زي ما احنا شايفين كده، حفاره على سجان على بربوني على صرع شبيه المرجان، والشروات دي كلها الكيلو منها ب 80 جنيه، ده البربوني طبعا السلطان ابراهيم. انواع كتيره من السمك في الحقيقه، يعني اعتقد ان كده انا الحلقه اللي فاتت كانت السمك فعلا غالي والبوري ب 250 والكلام ده كله، جبنا النهارده اسعار سمك من 40 ل 80 جنيه. لما قلت لحضراتكم هنعمل مفاجاه بعد 15/9 وحده سمك لاشيتا مع شويه سمك حارث، برضو الحارث ده كله من 40 ل 50 جنيه، لكن في احجام كبيره يا جماعه
ب 80 وب 90 جنيه، وطازه كمان. لما قلت لحضراتكم هيبقى في مفاجاه هنتكلم فيها في السمك، اتنين بس اللي سالوني ايه هي المفاجاه. لما نبتدي بقى نتكلم في السمك ونقول احنا ابتدينا، الناس هتبقى متاخره. الله ما بلغت.